الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها المسلمون الكرام، في آخر عهد الصديق وبداية عهد الفاروق رضي الله عنهما وقعت واقعة من أعظم وقائع الإسلام، وهذه الواقعة فيها أمور عجيبة واستوقفتني فيها مواقف وكلمات تستحق أن تدرس ويقف عندها قادة المسلمين وزعماء الإسلام لما في تلك المواقف والكلمات من النفع العظيم لجميع الأمة. وأود في هذه الخطبة بتوفيق الله تعالى أن أقف مع وقائع تلك الغزوة، وأرسل من خلالها رسائل لعل الله تعالى أن ينفع بها المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. تلك الوقعة هي وقعة اليرموك، كانت في السنة 15 من الهجرة النبوية، لما أرسل الصديق رضي الله عنه كتائب إلى فتح الشام. وقادة تلك الكتائب عمرو بن العاص وشرحبيل ابن حسنة وأبو عبيد عامر ابن الجراح وعكرمة ابن أبي سفيان عكرمة ابن أبي جهل ويزيد ابن أبي سفيان. أرسلهم أبو بكر الصديق إلى جهة الشام، فسمعت الروم بخروج هؤلاء الصحابة، فاستشاروا هرقل عظيم الروم، وكان ذلك العام قد حج إلى بيت المقدس، فقال لهم هرقل الآتي، قال: هؤلاء أهل دين جديد ولا قبل لكم بهم، أرى أن تصالحوهم على نصف خراج الشام، يعني الثمار بتاعتهم أدوهم نصها خليهم يرجعوا. قال: وإلا أخذوا منكم الشام ونازعوكم في جبال الروم. لكن الروم دائما ما عندهم فهم، فاختاروا الحرب. لما اختاروا الحرب بعث الروم كتائب، وجعل أول الكتائب إرسالا أرسل أخاه يسمى تذارق، أرسله إلى عمرو بن العاص في 90,000، وأرسل بعد ذلك الدراقص إلى جهة شرحبيل بن حسنة، وأرسل القيقار أو القيقلان، وده مستشار هرقل، أرسله إلى عبيدة إلى أبي عبيدة عامر بن الجراح، وأرسل مجموعة. تكامل جيش الروم آنذاك 120,000، جيش المسلمين بكامله 21,000، معه جيش عكرمة 6,000. في الوقت ذاك أرسل قادة المسلمين إلى أبي بكر الصديق رسالة يستمدونه دارين مدد، لأنه ده 120 في مقابل 21,000 أو 27,000. فأرسل إليهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه رسالة،
وهذه من الكلمات التي تحتاج إلى وقفة. رسالة قصيرة جدا، قال: أنتم أعوان الله وجنده، والله ناصر من ينصره، وخاذل من كفره. قال: ومثلكم لا يغلب من قلة. 21,000 جيش قدر ده قال لهم ما بيغلب من قلة أبدا. قال: إلا من قبل الذنوب فاحترسوا منها. شوف الصحابة دي عندهم فهم كيف. قاعدة الصحابة في القتال: انصروا الله ينصركم. دي القاعدة، يعني هم عددهم كم ما تهمهم. لذلك لما جاء خالد رضي الله عنه وجاءه أحد النصارى من العرب، قال: يا خالد، الروم كثير والمسلمون قليل. قال: ويحك، تخوفني بالروم؟ قال: لوددت أن الأشقر، الأشقر ده الفرس بتاعه، الأشقر براء من توجيه. التوجي ما يصيب حافر الفرس من السفر الكثير. قال له: لوددت أن الأشقر براء من توجيه وأنهم ضاعفوا العدد. قال: ويحك، النصر ليس بالعدد، إنما النصر من الله، انصروا الله ينصركم. أبو بكر الصديق رسل لهم الرسالة دي، رسالة عجيبة جدا. قال: اجتمعوا. ثم بعد ذلك فكر الصديق رضي الله عنه، قال: والله لا أمنعن وساوس شيطان الروم بخالد بن الوليد. فأرسل إلى خالد، وخالد في العراق، مسيرة بتاعت 15 يوم. أرسل إليه، فجاء خالد بن الوليد في 9,000، وجاء بطريق وعر جدا، قطع الطريق، طريق بتاعت 15 يوم قطعها خالد بن الوليد في 5 أيام. وكان دليله يوم ذاك رافع ابن عمير الطائي رضي الله عنه. قطعوا الجبال، تصعدوا بالجبال وقطعوا الأودية والقفار في 5 أيام. دي أعجوبة من أعاجيب العرب. حتى لما كانوا عند اليوم الخامس، في ليلة اليوم الخامس، قال أحد العرب لخالد بن الوليد: لو لم تصبح غدا عند شجرة كذا، يعني مكان معين، قال له: لهلكت وهلك من معك، ولو أصبحت عندها نجوت ونجا من معك. فلما أصبح الصباح عند تلك الشجرة خالد بن الوليد قال مقولته الشهيرة: يحمد عند الصبح يحمد القوم السرى. فأرسلها مثلا، فصارت عند العرب مثلا. خالد بن الوليد لما اجتمع بقادة المسلمين، القادة اللي ذكرناهم، قال لهم: اليوم، هذا اليوم يوم من أيام الله لا ينبغي فيه التفاخر ولا التباهي، اجتمعوا وتعالوا فلنتعاور الإمارة. كل مرة واحد مننا يبقى أمير، ودعوني أليكم اليوم. قالوا: نعم. فكان أمير الجيش خالد، قسم جيش المسلمين. إخواننا، جيش المسلمين المتكامل كله 36,000 ل40,000. في الوقت ذاك لما سمع الروم باجتماع خالد إلى جيش المسلمين واجتمعوا كلهم مع بعض، أرسلوا إلى هرقل يريدون المدد، فأرسل إليهم باهان في 120,000، فصار جيش الروم 240,000. شوف العدد ده كم، 240 في مقابل 36,000. جاءت الروم ونزلوا إلى أرض المعركة ومعهم البطارقة والقساوسة والشمامسة، يتلون عليهم الإنجيل ويحثونهم على القتال. موقف عجيب، حتى أهل التاريخ يقولوا زي ما ذكر ابن كثير، قالوا: الروم لما دخلت أرض المعركة
ملأوا الأودية والجبال وملأوا الأرض يصيحون بأصوات عالية جيوش كالجبال كأنها ظلمة. جيش غريب كويس. اجتمعوا، خالد بن الوليد جعل نظاما عجيبا للجيش، جعل الجيش ميمنة وميسرة وقلب ومؤخرة، المؤخرة فيها النساء، نساء الصحابة قاتلوا اليوم ذاك في مؤخرة الجيش. خالد بن الوليد اداهم سيوف وقال لهم وخشب، اي زول قال لهم من الجيش ده بس انتوا شغلكم مع المسلمين، اي زول بيرجع اضربوه خليه يرجع تاني قاتل، النساء وراهم لو دار يهرب النسوان بيقتلوه، ما في رجع له ورا. على الميمنة جعل عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة، وجعل على الميسر يزيد بن أبي سفيان ومعه أبوه أبو سفيان بن حرب، وعلى قلب الجيش أبو عبيد عامر بن الجراح، وقسم الخيل إلى قسمين على الميمنة وعلى الميسر، وكان هو مع الخيل، وبدأ فرسان المسلمين وأسود الصحابة بالمبارزة، فخرج اثنان من أشرس القادة ومن أعظم المسلمين، عكرمة ابن أبي جهل ومعه القعقاع ابن عمرو، وكان القعقاع يوزن بألف رجل، خرجا يرتجزان ويطلبان المبارزة. عند ذلك جاء قائد من قادة الروم اللي هو القيقار، وده حصي هرقل، حصي معناه المستشار بتاعه الذول القريب منه، أرسل عينا جاسوس من نصارى العرب يتجسس على جيش المسلمين. لما جاء راجع قال له رأيت قوما رهبانا بالليل فرسانا بالنهار لو سرق فيهم ابن مليكهم لقطعوا يده، ولو زنى فيهم لرجموه. الكلام ده سبب النصر ذاته، ده أهم ما في الانتصار. عشان كده العرب بيفهموا، وكذلك الروم القادة منهم بيفهموا الزول بينتصر كيف. قال له لو كنت صادقا فيما تقول إذن باطن الأرض خير من ظاهرها. قال لا إحنا دينا ما بنمرق منها. سبحان الله يا إخواننا، نحن بننتصر بالصفات دي، الصدق بالأمانة بالعقيدة القوية. بدأ القتال واشتدت المعركة، خالد بن الوليد دعاه قائد من قادة الروم وهو باهان، استدعى خالد قال لي انا اتكلم معاك. لما جاءوا بيستفز في خالد بن الوليد، قال له سمعنا انكم قوم من العرب جياع، انما خرجتم لتاكلوا. قال فهلموا نعطي كل واحد منكم 10 دنانير وكسوه وطعام، حتى اذا كان من العام المقبل بعثنا لكم بمثلها. قال لا ارجعوا نديكم اكل وكذا ارجعوا. فغضب خالد رضي الله عنه، قال له ما اخرجنا الا ما ذكرت، ولكننا قوم نشرب الدماء، وسمعنا انه لا دم اطيب من دم الروم، وجئنا لذلك. فخاف الروم من قولة خالد. ثم بعد ذلك تترس جيش المسلمين وثبت المسلمون ثباتا عجيبا، خطب فيهم معاذ بن جبل وخطب أبو سفيان، وكان في ذلك اليوم هو واعظ الجيش الذي يحثهم على القتال. أبو سفيان رجل كبير في السن كان، لكن كان من أبرز الشجعان والقادة في ذلك اليوم. حتى ذكر ابن المسيب عن أبيه قال لما هدأت الأصوات فجأة فسمعنا صوتا من قلب الجيش ينادي يا نصر الله اقترب، الثبات الثبات. قال فإذا هو أبو سفيان بن حرب تحت راية ابنه يزيد ابن أبي سفيان.
المسلمون قاتلوا قتال عجيب، حتى النساء كانت من أبرز المقاتلات في ذلك اليوم. خولة بنت ثعلبة الصحابية اللي نزلت فيها آيات المجادلة، سورة المجادلة، كانت تقاتل في ذلك اليوم. هجم الروم وأحاطوا بجيش المسلمين، وجيش المسلمين يدور كما يدور الرحى، ما تفرت كله في مكانه، قدر ما هجموا ما قدروا يعملوا حاجة. فخالد بن الوليد بايع مجموعة من الصحابة من الخيالة، خيالة دي الراكبين الخيل، قال لهم من يبايعني على الموت؟ خرج معه مجموعة، هجموا على الروم هجمة واحدة، قتلوا 6,000 من الروم هجمة واحدة بس. ثم رجع خالد قال للمسلمين أبشروا، لم يبق مع الروم شيء من الصبر، إنما هو صبر ساعة، أصبروا. قال من يبايعني على الموت؟ خرج معه 100 فارس مع خالد بن الوليد، هجموا على الروم، ففر جيش الروم 100,000، فروا من أمام خالد ومن معه. دخل فيهم خالد وقسم الجيش، جيش الروم قسموا قسمين، الناس المشين برجولهم براهم والخيال براهم، وتبعهم المسلمون، فقتلوا في لحظات 120,000 من الروم. شوف القوة دي بالله كيف، حتى كان من الروم أناس من العساكر بتاعينهم والمقاتلين مربطين مع بعض عشان ما يفروا، لأنه جبانين، زول ما بقاتل بعقيدة، ده زول جبان ما عنده عقيدة بقاتل عليها، كل عقيدة ملفقة ومحرفة. والمسلمون يقاتلون انطلاقا من عقيدة ومن توحيد ومن صدق ومن إخلاص ومن دفاع عن دين نزل من عند الله صادقا من السماء. ما قدروا يثبتوا، بيربطوا العشرة منهم يتربطوا مع بعض، المسلمون بيضربوا واحد من العشرة بيقعوا العشرة كلهم مع بعض. 120,000 ديل قتلوهم برا ساحة المعركة، هربوا قتلوهم كلهم. حدث موقف عجيب من قادة الروم، قائد يسمى جورجا ابن توذرا، ده من أكبر القادة عندهم، دعا خالد، قال ده خالد بن الوليد يتكلم معه. فجاءه خالد فقال جورجا هل أنزل الله مع نبيكم سيفا فأعطاكه تقاتل به؟ قال لا. قال ولما سميت بسيف الإسلام؟ قال إنا كنا قوم على الشرك فبعث الله إلينا محمدا فمنا من قبل ومنا من نفر. قال له وكنت مع من نفر منه ثم ألان الله قلوبنا إلى الإيمان فآمنا به وصدقناه وكنت أقاتل مع نبينا الكفار وكنت من أشد الناس على المشركين فسماني رسول الله سيف سله الله على المشركين. جورجا قال له إلى ماذا تدعو الناس؟ قال إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال ومن رفض؟ قال دعوناه. قال ومن رفض؟ قال أخذنا منه الجزية أو قاتلناه. فقال جورجا قائد من قادة الروم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. دخل مع خالد الخيمة واغتسل، وخالد صلى به ركعتين، وخرج بعدما كان مقاتلا مع جيش الكفار، خرج وهو مجاهد في سبيل الله في صفوف المسلمين، وقاتل قتالا عجيبا، وكان حظه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وركعتان صلاهما، فاستشهد في تلك الغزوة رحمه الله ورضي عنه. هذه وقائع عجيبة جدا دارت في ذلك اليوم في يوم اليرموك. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد. الحمد لله والصلاة والسلام
على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، في شدة القتال دعا الزبير بن العوام، وكان أفضل من شهد معركة اليرموك، مجموعة من المسلمين، قالوا نبايعك على الموت. قال هيا بنا. انطلق إلى جيش الروم، فدخل في الجيش حتى خرج من آخره، ثم عاد فعلها مرتين، وجرح في ذلك اليوم جرحين على عاتقه رضي الله تعالى عنه. قاتل المسلمون بشراسة في ذلك اليوم، وتتبعوا الروم، وقتلوا منهم في جملة المعركة 180,000 من الروم. أتخيل العدد ده كم؟ من 240 قتلوا 180، فضلوا 60,000 من الروم فقط في معركة اليرموك. وجاءت رسالة إلى خالد بن الوليد في ذلك الوقت قريبا من نهاية المعركة، مع أحد الصحابة، رسالة قصيرة فيها وفاة خليفة رسول الله أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وتولية عمر، وعزل عمر خالد وجعل إمرة الجيش عند أبي عبيدة عامر بن الجراح في نص المعركة. فمن ذكاء خالد جمع الرسالة عنده، ووقف الزول الجايب الرسالة معاه، وجعل يدبر أمر الجيش، وما كلم زول، لأنه دي بتهز الجيش لما تقول لهم خليفة رسول الله قد مات. ما كلم زول لحد ما انتهت المعركة. جاء خالد بن الوليد إلى أبي عبيدة عامر بن الجراح وحياه تحية القائد، وسلموا الرسالة، وأخبر المسلمين آنذاك بوفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فتألموا ألما شديدا، لكن عوضهم الله تبارك وتعالى بالفاروق. تلك المعركة تجلت فيها بسالة الصحابة وقوة الصحابة، وكل ما يستمر القتال يقوم واحد من الصحابة فينصح المسلمين ويحثهم على القتال وعلى البذل بالنفس وعلى الجنة. وكان أبو سفيان في ذلك اليوم من أشجع الفرسان ومن أقوى الصحابة. اجتمع في هذه المعركة من قادة المسلمين عمرو بن العاص وأبو سفيان ويزيد بن أبي سفيان ومجموعة من القادة الأشاوس الأفذاذ، ومنهم خالد. وهؤلاء بدل أن يحترمهم اليوم المسلمون ويقروا لهم بالفضل وبالتقدير، يتعرض قادة اليوم، ده المفترض يكونوا قادة حقيقيين، يتعرضوا لهم بالسب وبالشتم وبالألفاظ القبيحة. هؤلاء القادة خالد وعمرو بن العاص وأبو سفيان مع بسالتهم ودفاعهم عن الدين، اليوم يلعنهم ويسبهم رجل يزعم أنه قائد للمسلمين اليوم، صاحب كتاب العدالة الاجتماعية وظلال القرآن سيد قطب، يطعن في هؤلاء الفرسان الذين حملوا لنا الدين على دمائهم وعلى أعناقهم. يقاتلوا قتال شرس جدا وحموا الدين، يجي يسبهم زول ما يسوي شيء مما قدموه للإسلام ولرسول الله عليه الصلاة والسلام. تلك المعركة كان من أجمل الكلمات فيها أن هرقل عظيم الروم لما جاءه من فر من الروم من الكفار، جاءوا راجعين الفارين، فقال لهم لماذا تفرون؟ ألستم أكثر عددا؟ أنتم أكثر من المسلمين، بتفروا منهم ليه؟ فقال له أحدهم إني لأصدقك، قال له إنا لقينا قوما
الناس ذيل اللي احنا لقيناهم. قال هؤلاء يقومون الليل ويصومون النهار ويصدقون الحديث ويؤدون الأمانة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال ونحن نسرق ونزني ونشرب الخمر ونغدر ولا نفي بالعهود ونفعل الفواحش ونأمر بالمنكر وننهى عن المعروف. قال هذا سبب خذلاننا وذاك سبب نصرهم. قال له هرقل لقد صدقتني. ده يا اخواننا سبب الانتصار. اليوم ونحن نتذكر مثل هذه المواقف الجبارة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مثل تلك الأيام. ومساء البارحة المسلمون كثير منهم يحتفل ويرقص مع النصارى في عيدهم الباطل. المسلمون زمان أشهر السيوف وأخضعوا دول النصارى وأسلم من أسلم على يدهم وفتحوا الفتوحات، ونحن الليلة نحتفل مع النصارى ومع اليهود في الساحات ونرقص معهم، وأولادنا يضربوا الطلق فوق ويجدعوك بالبيض وبالوساخة وبالموية ويقول لك كل سنة أنت طيب. مع الروم ديل اللي كانوا آباءنا زمان وأسلافنا بيقاتلوهم وبقيفوا ضدهم. عشان كده لا تسألني لماذا نحن، شوف نحن اليوم وين وديلك وين الصحابة. يا أخوانا الانتصار ليس بعدة فقط ولا بعدد، الانتصار بالإيمان بالتوحيد. الليلة انتشر عندنا مقطع جايد في الواتساب الأيام دي، شيخ من شيوخ المسلمين بدأ يعلم الناس الدين والقرآن والصلاة والصدق والأمانة ونمشي لقدام، بيعلم فيهم إنه يعبدوه ويقدسوه. بيتوضى الشيخ بيرفع كراعه بيغسلوا له كرعيه، واحدين بيشيلوا المويه بتاعت كرعيه بيشربوا فيها. دين المسلمين الليله. معقول نكون زي ناس خالد؟ خالد رضي الله عنه في يوم اليمامة بنو حنيفة كانوا 100,000 100,000 من البشر من بني حنيفة، والمسلمون بيجاي بضعة 10,000 كم 12,000. لما هجموا عليهم من المسلمين أعراب بدوا يفروا، الصحابة قالوا أخلصنا يا خالد نقينا، خلينا صحابة برانا، مرق الأعراب المعانا دل خلينا برانا صحابة أخلصنا يا خالد. فخلصهم خالد 2,000 بس 2,000. هجموا على 100,000 من بني حنيفة، فر 100,000 من بني حنيفة، الجوم لحديقة الموت. البراء ابن مالك براو وكان رجلا نحيفا قال لهم ادعوني بفوق الحصن، جدعوه بفوق الحصن، خش جوا قاتل 80 شخص وفتح الباب، خشوا المسلمين عليهم قتلوهم بمسيلمة. صدقوا ديل ما عاهدوا الله عليه، عقيدة وإخلاص وتقى، كده بننتصر. لكن نحن نقول نرقص مع النصارى ونحتفل معهم، وأسفا على شباب المسلمين اليوم، لكن لن نيأس. نحن ما بنيأس كمسلمين، ربنا بينصرنا ولو بالعدد القليل متى ما حققنا الإيمان والتقوى والصدق مع الله تبارك وتعالى. أسأله جل وعلا أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية. أسأله تبارك وتعالى أن يعزنا بعدما ذللنا وأن يرفعنا بعدما وضعنا. أسأله تبارك وتعالى أن ينصر الإسلام نصرا عزيزا مؤزرا، وأن يحيي فينا عقيدة نبينا عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد.